من الآخر للكاتبة أسماء جمعة ونطالع بداخلها التي جاءت بعنوان أسئلة من المواطنين للحكومة. تستهل أسماء جمعة زاويتها بالقول: بعد الثورة تفاقمت أزمة الدقيق والوقود، ومن خلفها تكاثرت أزمات أخرى كثيرة، أهمها أزمة الثقة والخوف التي تسيطر الآن على المشهد. فالخبز والوقود هما الدينامو المحرك للحياة. وتمضي أسماء فتقول: وتوفيرهما يوفر الراحة والسكينة للمجتمع، وعدمهما يوفر القلق والهلع ويهدد الثورة. وفعلا هذه الأيام هناك استغلال كبير للأزمة من قبل كوادر النظام المخلوع وتجار الأزمات وأصحاب المصالح السياسية. وتواصل أسماء جمعة متسائلة. الأسئلة التي تقلق مضجع كل مواطن الآن هي: ماذا يحدث في البلاد؟ ولماذا ما زالت أزمة الخبز والوقود مستمرة رغم أن أسبابها معروفة وعلاجها معروف؟ وهل عجزت الحكومة في السيطرة على الفوضى التي خلفها النظام المخلوع؟ وهل ما زالت كوادره تمسك بالسودان من عنقه كما كان؟ ولماذا تسير الأمور كلها ببطء؟ وما هي آفاق الحل التي تضعها الحكومة؟ وتستمر أسماء فتقول: أسئلة كثيرة تحير المواطن، لا يجد لها إجابة ولا يدري لماذا لا تريد الحكومة أن تكون صريحة معه. كل الذي تقوله هو أن رفع الدعم فقط سيحل أزمة الخبز والوقود. إذن فلتقدم على الخطوة بشجاعة وليذهب الدعم بشكل مباشر إلى المحتاجين. وتسترسل أسماء جمعة بالقول: السادة في الحكومة، في حكومة الثورة، هذا الشعب مل الانتظار، هو وضعكم في هذا المكان لتقوموا بتصحيح الأوضاع التي تركها النظام المخلوع حتى تتحرك البلد المتوقفة 3 عقود. استعجلوا الحل، كفى وقوفا في هذه الأزمة البدائية. وتختم أسماء جمعة زاويتها بالقول: يجب أن تفهم الحكومة أن هذا الشعب واع جدا، ربما يؤهله لأن يساعدها في عملية التغيير، فواحدة من مشاكلها أنها غير صريحة وتمارس معه عدم الشفافية مثل النظام المخلوع. يجب أن تنتبه لهذه المشكلة، فهي فعلا خطيرة، فهو يريد حكومة متعاونة ملهمة.